الدفعة الأولى من مهجري القابون تصل ريف حماة. الجيش العراقي يقتحم عدة أحياء بالشطر الغربي للموصل. وواشنطن وطوكيو تطالبان بجلسة طارئة لمجلس الأمن حول كوريا الشمالية. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة أخبار اليوم، والبداية من الشأن السوري، إذ وصلت الدفعة الأولى من مهجري حي القابون شرق العاصمة دمشق لمناطق سيطرة المعارضة في قلعة المضيق بريف حماة الشمالي، وتقدر أعدادهم بأكثر من 2700 شخص، ومن بين المهجرين عدد من الجرحى غالبيتهم بحالة حرجة نقلوا إلى مستشفيات ريف إدلب شمال سوريا. يأتي هذا بعد أن انطلقت 22 حافلة من حي القابون في دمشق باتجاه إدلب، في حين قتل 3 مدنيين وأصيب آخرون بعد استهدافهم أثناء المغادرة. نحن الآن داخل حي القابون شرق العاصمة السورية دمشق. اليوم بدأ تنفيذ اتفاق جديد يقضي بتهجير سكان هذا الحي من مقاتلين وذويهم. طبعا أولى البنود ستنفذ اليوم بإخراج المصابين والجرحى إلى الشمال السوري ضمن دفعة أولى، سيتبعها عدة دفعات ليصل العدد الإجمالي للمرحلين إلى الشمال السوري إلى أكثر من 5000 شخص. معي الآن أحد المقاتلين في قوات المعارضة السورية والذي سيخرج إلى الشمال السوري. نحن إذا بدنا نحكي بشكل عام عن الحي، حي الأبو، احكي لنا قديش قاتل، قديش صمد، وكيف إنه وصلتوا لمرحلة خلاص إنه ما عاد في مجال لحتى تصمدوا أكثر؟ والله وصلنا لمرحلة إنه على المقرات صار في حرس، ما عاد في نقاط، صارت على المقرات الحرس. قدم الحي بما فيه الكفاية من شباب ومن دم ومن سلاح ومن ذخيرة، ما خلى شيء ما قدمه، قدم الغالي والنفيس. معي الآن أيضا أحد المقاتلين ليحدثنا كما أيضا عن الرحيل إلى الشمال السوري. بداية قديش اليوم أنتم المشاعر مختلطة عليكم بين أسى وحزن لأنه حتشوفوا حيكون لآخر مرة؟ هلا إحنا هو الأسى بقلبنا كتير والزعل على بلدنا كتير، بس إحنا ما في رجعة، يعني خالص بلد خالص، يعني صرنا 75 يوم دمار 80% من الحي القابون. هو اصلا حي ما عاد صفي، يعني بالاول بيوت انه نسكنها ما عاد في، نحن طالعين غصب عنا، ما بكيفنا غصب عنا، ونحن ما لنا راجعين. اللي بيقول لك انه راجعين قول له كذاب، وما راح لك مثل غير بلاد راجعين يا هوا ومن هذا الحكي. نحن عملنا حالنا وطالعين، ويمكن يا منشوفها لبلدنا يا ما منشوفها، اذا سقط النظام يمكن نرجع لها، بس اما غير هيك ما مستحيل. اذا كما نشاهد مشاعر مختلطه من الحزن والاسى تخيم على مقاتلي حي القابون وذويهم، ربما تكون هذه اللحظات الاخيره التي لن نشاهد بعدها هذا الحي. كان معكم جواد العربيني لأخبار الآن، العاصمة السورية دمشق. استهدفت قوات الأسد بلدات المحمدية والأشعري والزريقية وبيت نايم في منطقة المرج بالغوطة الشرقية بأكثر من 13 قذيفة صاروخية من طراز أرض بحسب ما أفاد به ناشطون. وأضاف الناشطون أن القصف الصاروخي خلف عددا من الإصابات، إضافة إلى دمار كبير لحق بالمناطق المستهدفة. وفي حمص شنت قوات الأسد غارات جوية على مناطق في ريف حمص الشمالي، وأسفرت الغارات عن مقتل طفلين وإصابة عدد آخر. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن مذكرة التفاهم حول إنشاء 4 مناطق تخفيف التصعيد في سوريا لمدة 6 أشهر، والتي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من 6 من الشهر الجاري، يجب أن تتمدد إلى جميع الأراضي السورية. وفي نفس السياق أكد لافروف أن لدى روسيا والولايات المتحدة فهما مشتركا حول مبادئ التسوية في سوريا،
مشيرا إلى أن الوضع في سوريا كان المحور الرئيسي للاجتماعات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته ريكس تيلرسون في 10 مايو في واشنطن. لم يعد ممكنا عمل الصحفيين بحرية في إدلب منذ مدة من الزمن، فكان هذا سببا لإرسال قناة الآن 3 مصادر سرا إلى المحافظة للوقوف على واقع الأمور وتصوير ما يجري هناك. مصادرنا وجدت أن فرع القاعدة في سوريا هو أكثر الفصائل هيمنة عسكرية على الأرض، وأن شعارات القاعدة والظواهر تغطي الجدران، كما وشهدوا آلاف المتشددين الصينيين ومن دول آسيا الوسطى يسيطرون على مدينة جسر الشغور وريفها. جنان موسى لديها التفاصيل. هذه صور فريدة من نوعها من داخل إدلب، غير خاضعة لأي رقابة. بطريقة خفية تجاوزنا نقاط التفتيش التابعة لجبهة النصرة. صورنا حصرا جهاديي تنظيم القاعدة الصينيين ومن دول آسيا الوسطى المنتشرين في المحافظة. وهذه صور خاصة من إحدى المعارك لكتيبة الأوزبك المتمركزة في مدينة إدلب، والتي تقاتل جنبا إلى جنب مع النصرة. في أماكن كثيرة في إدلب الشعارات المتطرفة تغطي الجدران، في أماكن أخرى يرفرف علم تنظيم القاعدة، فضلا عن انتشار أقوال أيمن الظواهر زعيم تنظيم القاعدة. هذه هي إدلب كما لم تروها من قبل. حمل تسجيل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري رسائل عدة لقائد جبهة النصرة سابقا أبو محمد الجولاني وأولئك الذين يحملون أفكار القاعدة في سوريا. تمثلت هذه الرسائل برأي صحفيين ومختصين متابعين للشأن السوري بتذكير الجولاني بتبعيته وتنظيمه للقاعدة والظواهري، الذي طلبه بعدم الالتفات للروح الوطنية السورية والتمسك بالقاعدة والتخلي عن أطماعه بإقامة إمارة خاصة به في سوريا. نتابع. يعني فقط هذه الرسالة إذا حاولت أن تفكك عناصرها وما تحمله من رموز خفية، هي تريد أن تقول للجولاني أنك قد وجدت كوسيلة من أجل تحقيق حلم القاعدة في الانتشار والحرب وإيذاء الإنسان المسلم. وهذه الرسالة تحمل في طياتها دعوة للجولاني للعودة إلى مسلمات نظريات القاعدة، لذلك يطالبه بعدم التمسك بالروح الوطنية السورية. الجولاني ما أعتقد أنه يمتثل، إذا كانت الرسالة للجولاني ما أعتقد أنه يمتثل لها، لأنه الجولاني فعلا له أطماع، واضح من رسائله ومن خطاباته أن هذا الرجل يعني عنده أطماع في سوريا، عنده أطماع في إمارة، عنده أطماع في أن ولو كانت في بقعة صغيرة ما عنده مشكلة، ولكن أنا ما أعتقد أن الرسالة ستكون عليها لها تأثير كبير على الجولاني نفسه. هذا الرجل له أطماع كبيرة جدا. عندما يوجه رسالة، الرسالة كانت موجهة في ظاهرة لعوام ما يسمى المجاهدين، وفي باطنة موجهة إلى الجولاني وقيادات النصرة. الرسالة الموجهة للجولاني كانت من خلال تذكيره أن هؤلاء العناصر فكريا يتبعون لنا كتنظيم قاعدة، وبالتالي لا يمكن أن يلعب الجولاني أو غيره على فصل مشروع جبهة النصرة عن مشروع تنظيم القاعدة، لأن الظواهري يقول هؤلاء مرتبطون بنا فكريا ونحن نحمل مشروع أمة ولا نحمل مشروع وطني، كما بدأ منذ فترة الترويج داخل أوساط النصرة في سوريا. لجأ تنظيم داعش أثناء احتلاله مدينة الطبقة في ريف الرقة إلى عدة أساليب لجبي الضرائب من المدنيين، ففرض قرارا بوضع السواتر الترابية أمام المحال التجارية
وكل من يخالف ذلك القرار يتعرض للسجن ويدفع غرامة مالية تصل إلى 50 دولاراً أمريكيا. أخبار الآن تجولت في مدينة الطبقة ورصدت الساحات التي كان مسلحو داعش يعدمون فيها المدنيين. التفاصيل في سياق التقرير التالي. لدى دخولك مدينة الطبقة المحررة حديثا من تنظيم داعش، لن تجد مدنيين إلا قليلة، لكن هنالك ما يثير فضولك. تقترب أكثر لتكتشف أنها سواتر وتحصينات منتشرة في أرجاء المدينة كلها، وقد كان يستخدمها التنظيم مصدرا لجباية الأموال، وربما تصح تسميتها بالعقاب الجماعي للمدنيين الذين عانوا من داعش أثناء احتلاله المدينة. هي موضوع جباية، موضوع جباية مشان يستفيدوا الأموال، لأنهم يعني شبه مفلسين أصبحوا. وفي منطقة السوق وسط المدينة هنالك ما تقشعر له الأبدان، حيث المكان الذي نفذ فيه التنظيم معظم عمليات الإعدام والتصفية بحق المدنيين وأفراده، ليقوم بعدها بتعليق الضحية على هذه الشاخصة وتركه مدة تتراوح بين 2 و4 أيام، والغرض من ذلك دب الرعب في نفوس المدنيين كي لا يتجرؤوا على مخالفة قوانين التنظيم في الطبقة. هون المكان هذا كان يصلب العالم فيه، يظل 3 أيام 4 أيام، بما أنه مكان معروف ومنطقة معروفة، يظل 3 أيام 4 أيام للخمس أيام يفوق ميت هون بعد ما يقتلوا، لسه أثار الدم موجود هون. هاي مكان إيده هون وإيده هون، والصلب هون يربطوا إجريه كمان يضربوا طلقة ويفوا هون. ومع الهدوء الذي يعم الطبقة عقب تحريرها من التنظيم، لا تزال كثير من الخفايا والجرائم في المدينة مجهولة، فمعظم من فيها غادرها خوفا من الألغام المنتشرة في أرجائها. فصل قصير ونواصل نشرتنا، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. اقتحمت قوات عراقية ومن أكثر من محور 4 أحياء شمال الجزء الغربي من الموصل، وتخوض مواجهات عنيفة ضد مقاتلي داعش من أجل استعادة هذه الأحياء، بينما يواصل الحشد الشعبي عملية عسكرية لاستعادة قرى غرب الموصل. وقالت خلية الإعلام الحربية التابعة للجيش العراقي في بيان إن قوات من مكافحة الإرهاب اقتحمت حي العريبي والرفاعي، بينما اقتحمت قوات الرد السريع حيي الاقتصاديين والجزء الجنوبي من حي 17 من تموز. وتتواصل انتهاكات داعش الذي لم يكتفي بمصادرة منازل الموصليين وممتلكاتهم لكون أبنائهم منتسبين للقوات الأمنية والعسكرية العراقية، بل سارع هذه المرة إلى مصادرة منازل تدخل وفق تقديراته ضمن خططه الميدانية الإرهابية. اتصادر منازل متجاورة مع بعضها لكي يتنقل بين منطقة وأخرى بمواجهة القوات العراقية المحررة، لا سيما بين الأزقة الضيقة. الزميل حسام الأحبابي والتفاصيل. منذ أن احتل داعش الموصل في 10 حزيران سنة 2014، لم يكتفي بسرقة مقدرات المدينة وثرواتها الطبيعية، بل سارع إلى مصادرة مئات المنازل التي تعود لمنتسبي القوات الأمنية والعسكرية العراقية ولمن عارض التنظيم وسعى إلى مقاومته سرا. اليوم نوثق المكان الذي كان داعش يصادر منه ممتلكات الموصليين ومنازلهم، وهو ما يسميه التنظيم ديوان العقارات الذي أحرقه قبل أن يغادره هربا. إذ تظهر لقطات حصرية حصلت عليها أخبار الآن خلال تغطيتها المرحلة الثالثة من عمليات تحرير الجانب الأيمن من الموصل، تظهر مقرا كان داعش يدير منه ممارساته القمعية في مصادرة منازل المواطنين وممتلكاتهم بالقوة، ويسلمها إلى أتباعه ومقاتليه وفق عقود إيجار سنوية تدر عليه أموالا لدعم عملياته الإرهابية. هذه الممارسات القمعية التي ارتكبها داعش لم تتوقف عند هذا الحد، إذ صادر مقاتلو التنظيم خلال مواجهتهم القوات العراقية المتقدمة للتحرير منازل مواطنين متجاورة مع بعضها، وفتحوا فيها منافذ تتيح لهم التحرك والتنقل من منطقة إلى أخرى تجنبا للانتشار بشوارعها مع وجود عمليات عسكرية.
فضلا عن كونها تتيح لهم الهرب من منطقة إلى أخرى لا سيما في الأزقة الضيقة، وهو ما أكده هذا المواطن الموصلي. على صفحة اللوخ معبر عبارة يعبرون من هذه الصفحة على هذه الصفحة من بيت على بيت يعبرون. تعال شوف تعال شوف صور شهادات أخرى من أهل الموصل أنفسهم توثق الجرائم التي ارتكبها داعش ضدهم لقرابة 3 سنوات من خلال مصادرة منازلهم والعبث فيها، ليس لمجرد كون ملاكها منتسبين لأجهزة الأمن أو الجيش العراقي فحسب، بل لأنهم غادروا ما يصفها داعش أرض الخلافة. والله هذا أخذوا تنظيم داعش، قال أخوك خارج أرض الخلافة، خارج أرض الخلافة مالنا، ويصاب قلنا له هو بالشمال، قال إذن هذا مع العصاة والمرتدين، هذا كافر. هذا اللي وقع من الدواعش، مقرات داعش، من تقدمت القطاعات العسكرية حرقوا مقراتهم وانهزموا وبادوش. على مدى السنوات التي احتل فيها داعش ثاني أكبر مدينة في العراق، بات مواطنو الموصل أكثر إدراكاً ووعياً للإرهاب الذي كشفوا خديعته في وقت مبكر، مؤكدين أنهم سيقاتلون داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية بكل الوسائل ولن يسمحوا بعودته، وأنهم سيبلغون قوى الأمن عن الإرهابيين حتى لو كانوا من أبناء جلدتهم. قتل شخصان وأصيب عدد آخر في انفجار سيارة مفخخة كان يقودها انتحاري بالقرب من جسر الربيع الرابط بين منطقة الربيع شرق بغداد والكرادة وسط العاصمة العراقية بحسب ما قالته مصادر في الشرطة العراقية. وأضافت المصادر أن الانفجار أدى أيضا إلى وقوع أضرار مادية في ممتلكات المدنيين. قال وزير الهجرة والمهجرين العراقي جاسم محمد الجاف في بيان له إن نحو 5000 نازح عادوا من المخيمات إلى مناطقهم المحررة في الموصل بحافلات خصصتها الوزارة بالتعاون مع وزارة النقل وقيادة العمليات المشتركة. وأضاف الجاف أن النازحين عادوا إلى مناطق عديدة في نينوى فضلا عن ناحيتي القيارة وحمام العليل، مشيرا إلى تأمين جميع المساعدات الإغاثية لهم أثناء نقلهم إلى مناطقهم. قتل 4 متمردين من حركة طالبان أثناء قيامهم بزرع قنبلة على جانب طريق في إقليم لوجار وسط أفغانستان، وجاء ذلك في الوقت الذي قالت فيه وزارة الدفاع أن ما لا يقل عن 10 من متمردي طالبان لقوا حتفهم بعد أن اصطدمت سيارتهم بقنبلة على جانب طريق في مقاطعة قندهار جنوب أفغانستان. طلبت الولايات المتحدة واليابان عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعد آخر تجربة صاروخية لكوريا الشمالية، كما لمحت واشنطن إلى فرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ. وقال وفد الأوروغواي التي تترأس مجلس الأمن في أيار مايو أن الاجتماع سيعقد بعد ظهر الثلاثاء في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. في حين قالت كوريا الشمالية إنها أجرت بنجاح تجربة لإطلاق صاروخ متوسط إلى بعيد المدى الأحد بإشراف شخصي من الزعيم كيم جونغ أون بهدف التأكد من القدرة على حمل رأس حربي ثقيل كبير الحجم. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الصاروخ كان صاروخاً باليستياً استراتيجياً من المدى المتوسط الطويل تم تطويره مؤخراً ويحمل اسم هواسونغ 12، مشيرة إلى أن الصاروخ أطلق بأعلى زاوية حتى لا يؤثر على أمن الدول المجاورة، وانطلق لمسافة 787 كيلومتر. أوقع الهجوم الإلكتروني الذي ضرب أهدافاً في مختلف أنحاء العالم 200,000 ضحية هي بشكل رئيسي من الشركات في 150 بلداً على الأقل وفق تأكيد مدير اليوروبول روب وينرايت. وأشار ذات المتحدث إلى أن جهازه يقوم بعمليات للتصدي لنحو 200 هجوم معلوماتي سنوياً
معربا عن خشيته من ارتفاع عدد الجهات المستهدفة حال عودة الناس إلى عملهم الاثنين وفتح حواسيبهم. تتزايد المخاوف الدولية من حرب إلكترونية متوقعة ربما تكون أكثر فتكاً من سابقاتها من حروب الأسلحة الفتاكة التي تحمل الطائرات والصواريخ والمدرعات. شركة أمن المعلومات الأمريكية كايلانس أشارت في تقرير لها إلى أنه رغم عدم حصول هجمات إلكترونية ضخمة على البنى التحتية حتى وقتنا هذا، لكن بوادر مثل هذه الأزمات بدأت بظهور، حيث تمكن قراصنة إيرانيون من الحصول إلى خدمات بعض شركات الاتصال والطاقة والنقل، وتصنف بعض البنى التحتية على أنها أكثر حرجاً، أي أن المساس بها قد يؤدي إلى مشاكل أمنية ضخمة تهدد الأمن القومي على غرار منشآت توليد الطاقة وأنظمة الاتصالات والمفاعلات النووية. ورغم الاهتمام الكبير بتطوير تقنيات الجدران النارية والبرمجيات المضادة للفيروسات، إلا أن هذه الوسائل لا تضمن الحماية الدائمة من الهجمات الإلكترونية. فبعد انتهاك أنظمة الحماية الخاصة بالبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، تبين أن كافة أنظمة الحماية المدنية مخترقة بالكامل، كما توقع الباحث البريطاني الذي نسب إليه الفضل في إيقاف انتشار البرنامج الخبيث أن المهاجمين ما زال بإمكانهم تشفير البرنامج وإعادة الهجوم. لكن هناك ما هو أسوأ، فبحسب موقع سيليكون ريبابليك المتخصص في التكنولوجيا، فإن الحرب العالمية القادمة والتي غالبا ما ستكون نووية قد تندلع بسبب فيروس إلكتروني. فقراتنا متواصلة وتجدون فيها بعد الفاصل مبادرة جديدة لتنمية سوق الأعمال الرقمية في الإمارات والعالم. أهلا بكم من جديد، والآن إلى جولة الصحافة. نبدأ جولتنا من صحيفة القدس العربي التي عنونت جوني ديب بطلا لفيلم عن مخترع برنامج مكافي. ينضم النجم جوني ديب إلى بطولة فيلم الكوميديا السوداء King of the Jungle الذي يتناول حياة المخترع غريب الأطوار جون مكافي الذي طور برنامج مكافي لمكافحة الفيروسات. أما صحيفة الغد الأردنية فقد عنونت أقفال الحب في باريس تباع في مزاد علني. باعت السلطات الفرنسية الأقفال التي درجت العادة على أن يعلقها السياح العشاق على جسر بونت دي آرت فوق نهر السين بالعاصمة الفرنسية باريس في مزاد علني بالعاصمة. وجنت الأقفال مبلغا قيمته 249,610 يورو سيتم تخصيصه لتلبية احتياجات اللاجئين. أما صحيفة القبس الكويتية فقد عنونت الحكم على إيرانية بتغسيل الموتى عقابا على خيانتها. قضت محكمة في العاصمة الإيرانية طهران على امرأة بتغسيل الموتى في مشرحة لمدة سنتين عقابا لها على خيانتها لزوجها، وتعتبر عقوبة تغسيل الموتى غير عادية إلى حد بعيد. أما صحيفة الإمارات اليوم فقد عنونت استدرجها لمكان خفي وأطلق النار عليها بسبب السيلفي. قام مراهق باستدراج زميلته لمكان في الحي الذي يقطن فيه وأطلق النار على رأسها مباشرة بسبب إزعاجها المستمر له وإرسالها العديد من صور السيلفي عبر تطبيق سناب شات. ونجت الفتاة من الحادثة بعد أن عثرت عليها فرق البحث ونقلتها للمستشفى لتلقي العلاج. وصحيفة البيان الإماراتية عنونت الإنفلونزا قد تقتل من يعانون ضعف المناعة. حذر بروفيسور ألماني من أن فيروسات الإنفلونزا قد تشكل خطورة بالغة تصل إلى حد الوفاة على الأشخاص الذين لديهم ظروف صحية معينة مثل المسنين بدءا من عمر 60 عاما بسبب تراجع المناعة في الكبار. على هامش فعاليات قمة الابتكار وريادة الأعمال الرقمية التي عقدتها في دبي أمس، أطلقت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات ثلاث مبادرات جديدة تستهدف دعم ريادة الأعمال الرقمية ونشر مفاهيم التجارة الإلكترونية في الدولة.
مؤتمر صحفي كشف لهيئة مبادرة 100X لاختيار أفضل 100 شركة ناشئة في الأعمال التقنية بالدولة، على أن يتم إعلان نتائج المبادرة خلال موعد متوقع منتصف عام 2018، إلى جانب نطاق جديد على شبكة الإنترنت باسم دوت عرب باللغتين العربية والإنجليزية. كما تم الكشف عن مبادرة خلاقة تتمثل في إعطاء الصفحات المتخصصة في حسابات مواقع التواصل الاجتماعي حق التسجيل في الهيئة لممارسة الأعمال الرقمية الريادية في قطاع التجارة الإلكترونية. في هذه القمة تطلق مبادرة اللي هو 100X، نحن نتكلم عن أن يكون عندنا نحن 100 فكرة سوف تدعمها هيئة تنظيم الاتصالات من خلال صندوق الاتصالات. نتأكد أن 50% من هذه الأفكار سوف تكون مملوكة للمواطنين، و 50% بتكون لغير المواطنين المقيمين في دولة الإمارات. من هنا سوف يتم تقييم الفكرة بعد سنتين، وإن شاء الله بإذن واحد أحد سيكون عندنا مخرج نفتخر فيه كلنا، ليس الإماراتيين حتى نحن على المستوى العربي إن شاء الله. الهدف الرئيسي من المبادرة هو دعم الشركات الناشئة والصغيرة أنها تطلع بمنتجات ابتكارية جديدة تخدم طبعا السوق المحلي وأيضا تخدم المنطقة. الفكرة اختار مهرجان كان السينمائي المخرج المصري محمد الدياب ليكون عضوا في لجنة تحكيم مسابقة نظرة ما، ثاني أهم مسابقات المهرجان، والتي ترأس لجنة تحكيمها هذا العام النجمة الأمريكية أوما ثيرمان بحسب ما جاء في موقع في الفن، حيث أعلن المهرجان عن أعضاء لجان تحكيم مسابقاته الفرعية. ذكر موقع في الفن أن الممثل العالمي توم كروز حذر مصر من فتح توابيت الخاصة بالاكتشاف الأثري الأخير، والذي تم الإعلان فيه عن كشف أثري وجد فيه نحو 17 مومياء في سراديب مقبرة فرعونية بمحافظة المنيا. قبل أن نودعكم إليكم تذكير بأبرز العناوين. الدفعة الأولى من مهاجري القابون تصل ريف حماة. الجيش العراقي يقتحم عدة أحياء بالشطر الغربي للموصل. واشنطن وطوكيو تطالبان بجلسة طارئة لمجلس الأمن حول كوريا الشمالية. وصلنا إلى الختام. للمزيد يمكنكم دائما مشاهدين متابعتنا على موقعنا الإلكتروني، كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع ذاته. شكرا جزيلا لكم لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.